السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أتات الثقة مبلد كونفيونس. أنا كوزينة بنت القصبة، جيت نطلع عليكم بوصفات خفيفة ظريفة وطرق تقديم مختلفة. إن شاء الله كل مرة راني رايحة نطلع عليكم فيها رانا رايحين نتشاركوا طرق تقديم وصفات سهلة وسريعة التحضير بحول الله. اليوم حبيت نشارككم وصفة تاع بانكيك تجي من أروع ما يكون، تجي إسفنجية وسهلة للتحضير ونتيجتها مضمونة بحول الله. أنا رايحين تاني نتشاركوا في كل مرة وصفات بزاف بزاف بإذن الله، راهي ريحتنا لإعجابكم. نرحب بكم كامل في قناتكم وقناتنا، قناة كل عائلة، قناة أتات الثقة. هاوليك البانكيك تاعنا اللي يجي من أروع ما يكون. نجوزو دوكاتيك نشوفوا المقادير والحاجات اللي رانا رايحين نسحقوهم للبانكيك تاعنا. عندي هنايا زوج بايت تاع الياغورت، أي ذوق تحبوه. عندي كاس تاع الفارينة، عندي 4 مغارف تاع الزيت، عندي زوج حبيبات تاع ولاد الدجاج اللي هو البيض حاجة باينة، عندي هنايا 3 مغارف كبار تاع السكر، عندي قرصة تاع الملح زائد شوية فاني سوا ليكيد ولا هادي تاع لابودغ، عندي هنايا مغرفة كبيرة تاع المايزينا، وعندي باكي تاع لاليفيغ شيميك. أول حاجة نكسر هاد زوج حبيبات تاع البيض، نزيد لهم هذاك السكر، نخلطهم غير شوية بالفوي، ماشي حاجة كبيرة، هكذا غير حاجة خفيفة برك. نخلطوا هذا البيض والسكر تاعنا مليح مليح هكذا، يا ماشي حاجة كبيرة، تخلط خفيف برك. نزيدوا له هاد شوية تاع الزيت ونزيدوا نخلطوا، نزيدوا هاد القريصة تاع الملح والفاني، نزيد نحط هاد الياغورت زوج بايض، نفوتو في المواد هكذايا السائله، هادوما كيما الحليب والزيت هكذا، هادي وحده ونزيدو الثانيه ونزيدو نخلطو ثاني شويه باش نبداو نحطو الحاجات الناشفين، ونكملو نخلطو مليح مليح. ان شاء الله نديرو هاد الوصفات الخفاف ظراف اللي في مقدور الجميع بحول الله، سورتو وليداتنا راهم هاد الاسبوع راهم عطله، ومع الامتحانات نوجدوا لهم هاد الوصفات الخفاف هكذا. في هاد الوقت نزيد هاد المايزينا تاعي، هنا نزيد نحط لا ليفور ونحط الكاس تاع الفرينه ونكملو نخلطو شويه. هاوليك الميلونج تاعي بعد ما خلطتو، شوف القوام كيفاش يجي، ما يجيش خفيف هكذاك سائل وما يجيش تاني تتقيل. انا دوك نخليه يروبوزي واحد 10 مينوت، نغطيه ببلاستيك غذائي نخليه يرتاح شويه، راهي البروده نخلوه غير على برا، ونجوزو نطيبوه في المقله ولا في الطاجين. وهنا حطيت الطاجين تاعي راهو سخن، عندكم مقلاة تاع ليكخاب ولا هاد الطاجين اللي ما يلصقوش، عمرت هذاك الميلونج تاعي عمرته داخل هاد الطوي الصغير باش كي نفرغ يجيني ساهل. ونبدا نفرغ الحبيبات، حبيتو كبار حبيتو صغار، هذه ترجع لكم. شوفوا كي نديروه داخل هاد الطاس اللي عنده الفوم راهو رايح يسهل لنا هكذا. طيبوا شحال من حبيبه، النار لازم تكون ناقصه، ما نديروش هذيك النار القويه باسكو رانا حابين نطيبوه باللون الذهبي هكذا. ونسيت حبيبه من هيك هكذايا، شوفوا البانكيك تاعي كيفاش راهو يتنفخ، يجي من اروع ما يكون. هنا نجوزو نقلبوه، راهي نشفت هذيك الحبيبه، شوفوا الحبيبات تاعي كيفاش يجوا طريين، يجوا ما شاء الله. نكمل نطيب الحبيبات تاعي كامل بنفس الطريقه، من بعد نشوفوهم واجدين في طبق التقديم.
الحبيبات تاع البانكيك تاعنا راهم واجدين. هام لي كطابو بهاد اللون الذهبي، هنا تتحكموا في الحجم تاعهم، تقدروا ديروهم كبار على هكذا، تقدروا ديروهم صغار على هكذا، تقدروا حتى تضاعفوا المقادير والكميه في بلاصه زوج حبات ولاد الدجاج اللي راه عندهم افراد عائله اكثر، يضاعفوا المقادير يديروا 4 بيض ولا 6. هنايا زينتها بلي فخاز كيما راكم تشوفوا، تقدروا ديروا لها البنان تتقدم مع الشوكولا، تقدروا حتى ديروا لها من الفوق العسل والمكسرات، راهي رايحه تجيب بزاف بزاف بنينه، ويكون فيها هكذايا الشرائح تاع البنان. هذا اللون الاحمر تاع لي فخاز راهو رايح يواتيها كتر اكثر واكثر. هذا بالنسبه ليا. شوفوا كيفاش تجيست لها هذاك صوص كراميل من الفوق، زدت هاد لي ترونش تاع تشينا كيما راكو تشوفوا هكذا باش نزينو الطاوله تاعنا. قدمت معاها هاد السيرو وهاد الفواكه اللي راكو تشوفوا فيها اللي قدمتها مع البانكيك. كانت هذه هي الوصفه تاعي اللي اقترحتها عليكم، وكانت هذه هي طريقه التزيين المقترحه لنهار اليوم. سناوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديدة وطرق تقديم جديده. من لحد ذاك النهار نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتبقوا على خير يا وجوه الخير.